يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أما جماعة في صلاة الظهر، فلما قام للثالثة دخل رجل فشوش عليهم. رجل أما جماعة في صلاة الظهر فلما قام للثالثة دخل رجل فشوش عليهم، فركع قبل إتمام قراءة الفاتحة، ثم ذكر بعد ذلك وأتى بركعة خامسة بدل الثالثة وسجد للسهو قبل السلام، فهل عمله صحيح؟ وماذا على المأمومين خلفه عند متابعته للخامسة؟ نعم، إذا كان الإمام ما أكمل الفاتحة ركع قبل إكمالها فقد ترك ركنا، ومن ترك ركنا فهو كترك ركعة كاملة. فإذا قام وأتى بدل الركعة التي ترك منها الفاتحة بركعة صحيحة فلا بأس، هذا هو الواجب عليه، والمأمومون يتبعون، المأمومون تبع لإمامهم. نعم.